2300 كيلومتر هي المسافة التي تفصل بين الرياض وإسلامباد، رحلة قطعها مئات الآلاف من الباكستانيين على مدى عقود للعمل في المملكة العربية السعودية التي يكنون لها كل محبة وتقدير. في قلب العاصمة السعودية التي شهدت خلال فترة وجيزة في تاريخ المدن نمواً وضعها في مقدمة مدن العالم من حيث البنية التحتية والخدمات، تحديداً في حي الوسيطى في قلب العاصمة الرياض دارت أحداث كثيرة وكتبت قصص إنسانية تعكس طبيعة علاقات اجتماعية ربما تبدو مختلفة عن المألوف. أنا جيت من مكان بعيد، أنا سمعت عنها أنه يقولون زين الصدر وزين الباطنية وزين جزاه الله خير، يعني بيساعد الناس حتى ما عنده كشف، بتاع الكشف بتاع الهناي بتاع اللوى بيعطيه. معروف هذا دكتور نزير، أنا شغل من 20 سنة في هذه العيادة المتواضعة. إحدى هذه القصص، جيت بالمملكة كان عام 63 أو بالعربي يقول 72 أو 73، ومن وقت هذا تا اليوم أنا أخدم البلد الكريم وشاكر جدا للإنايات لي من الملوك ومن الأمراء وأمل من أشخاص قديمين، وأنا ما عندي حروف بأشكر عليهم. وجد إنسان مختلف نفسه جزءا من المكان، ذلك هو الطبيب الباكستاني دكتور نزير أحمد خان. فذلك الطبيب ورغم تقدمه في العمر إلا أنه حريص كل الحرص على متابعة كل جديد في مجال تخصصه ليكمل رحلة طويلة كانت لاهور أولى محطاتها في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، كما حرص الابن على أن تكون صورة والده الذي كافح لتلبية رغبته في دراسة الطب مرافقة له في مكان عمله. بالنسبة للدكتور أنا سمعت عنه المجالس والاستراحات وكل نتكلم عنه بكلام طيب، يعني عالج عندهم، في ناس عالجوا عنده وشفاهم بعد الله طبعا، والدكتور ذا يعني معروف مو بتول يوم، هذا يقولون كان في سوق الغنم هنا اللي ورانا خلفنا ذا، كان سوق الغنم كان هو فيه يعني من حوالي 60 سنة أو أكثر. أول كان جيت هنا اشتغلت اشتغلت بالمديرية وزارة الصحة بمستوصف مسجد الإيد، بعد مسجد الإيد هما أرسلوني زي مدير مستوصف الفوطة، كان زمان الأول في ثلاثة مستوصفات، مسجد الإيد وفوطة والمرقب، بس هذه ثلاثة مستوصفات في الرياض، ومستشفى الشميسي ومستشفى ملك عبد العزيز على طريق المطار القديم. وأيام هذه نحن استلم صباحا المستوصف، اشتغل إلى الظهر، بعدين قبل المغرب إلين بعد المغرب إجازة، لكن كل ثلاثة أيام كون استلم إصحاف حق الشبيسي. ذاكرة نزير التي تعج بآلاف الصور ومئات المواقف والأشخاص الذين عرفهم وتعامل معهم وتولى تطبيبهم، رجال ونساء من مختلف شرائح مجتمع الرياض البسيط في ذلك الزمان الذي كانت توضع فيه لبنات التحديث والتنمية. أنا جيت هنا بالمملكة في أصحابين سعوديين وملوك وأمراء كان أخدمت عليهم، وفي أصحاب بالتركي السديري و كان وعيالها
أنا دائما كنت خدمت عليهم. شيخ عمر كبير كان حق المحكمة، وبعدين شيخ ربيش الله يرحمه، هذا اللي أنا عندي فرصة بالحياتي أنا خدمت عليهم، وناس من أخرى عبد الله السويلم، هو كان أكبر حكاية بالحياتي. الله كان هو مش موجود كان أنا ما وصلت على حكاية هذه، مشان هو صارت كفيل على العيادة، وبعدين أنا اشتغلت تحت اسمها بالعيادة هذه، وأنا مشكور دائما. حتى أولادي كمان هم دائما مشكور عليه. الأخت نورة تركي سديري كان هي أختنا عزيز، وكمان الأخرى أمرا. أنا كثير ما راح عند الناس كثير، لكن كل ناس البلد داخل أنا مبسوط منهم، وهم سووا دائما خير معايا، وعندي دعاء على الأخوان، هم سووا مساعدة بالحياتي، وخصوصا عبد الله بن سويلم ومحمد بن سويلم. وعلى جدران عيادته اختار الرجل بعفويته التي اعتادها جميع من تعامل معه تعليق صور من يحب ومن كان لهم تأثيرا في مسار حياته. أنا محمد دلاور فائزي من بنغلاديش. الله أنا في شغل هنا كدكتور نزير. دكتور نزير هنا شغل من زمان من 20 سنة. أنا شغل هنا إزي جبون هنا دسودي. أنا من بعيد إزي من جبون هناك دكتور نزير. معروف هذا دكتور نزير. أنا شغل من 20 سنة. حكاية الدكتور نزير فصول كثيرة لم تعرف في أي منها التوقف عن العطاء والبحث عن الجديد والمفيد. من بداية الحياة أنا دائما كنت أقول والد هكي الله يجنم عطي الجنة، أنا أبغى دراسة حق الطبية. بعدين كان هو أعطاني دراسة إلين أنا صارت وقت المستشفى دخول بالكلية باللاهور كينج إدوارد ميديكال كوليج، وهذا واحد من أحسن مستشفيات وكلية بالعالم. وخرجت منها عام 1957، وبعدها استلمت شغل بالحكومة حق الباكستان، وبعدها أنا جيت بالمملكة هنا بالرياض. ووقت أنا جيت صارت أنا فرحان أكثر، مشان بداية أخدم السعوديين، وصارت أفضل فرصة عندي. ورحت زيارة على الحج وعمرة، وجيت الوالد ووالدة وكلهم هم سووا حج، والحمد لله. Blessings to me are from my father and mother. هما سووا دعاء لي وأنا نجحت بحياتي، وأنا أخذت دراسة. الزمان الأول كان أبوي يشتغل ويرسل لي فلوس مشان أنا أدرس، وأخواني كمان في أربعة، والحمد لله هما كمان نجحوا بالحياة، وأنا مشكور مرة والد ووالدة حقي، وهذا والد حقي الله يرحم عليهم. وهو كان أول أخذ دراسة الطب بالباكستان. أول كان دراسة الطب بالبومبي مش في باكستان. بعدها هو آخر سنة وراح اشتغل بالحكومة، وبعد الحكومة اشتغل وأنا درست وأنا جيت هنا. الحمد لله هذه كل دعاء من والد ووالدة. بساطة الحديث والمودة في التعامل
مشاعر لا يمكن وصفها، رغم أنها تبدو كسطور لم تكتب في كل وصفة يقدمها الدكتور نزير إلى مرضاه قبل مغادرتهم عيادته. الدكتور طبعا المنطقة دي قديم مرة، كان حوالي يعني سمعت عليه كم 50 سنة هنا. وبعض المرضى بيجي والله بيكون ما عنده فلوس، ما عنده حق الدواء، بروح الصيدلية بنفسه بيشتري الأدوية ويعطيها للمريض. والكشف بتاعه خفيف يعني حدود 30 ريال، بسيطة يعني، وبيساعد الناس حتى ما عنده يعني ما بيسألوا فيها يعني كثير، يعني ما بيسألوا يعني ما عندك، وعمل الخير فيه يعني ما شاء الله، والناس كلها بتشكره صراحة يعني. فسمعت عنه كان هو طبعا دكتور في المستشفى بتاع مصلى العيد، وبعديها تقريبا راح في شارع السويلم، وبعد ذلك فتح العيادة هنا. بس طبعا تاريخ يعني له، الناس الكبار بيحدثوني عن هذا الأمر كثير. وآخر حلم بالحياتي كون ادفن بالجنة البكي، وهذا يعني من قلبي طلب، هذا موافق. أنا مشكور جدا، وأنا عندي دعاء للملك سلمان سمو الأمير ولي أحد محمد حلو بالشخصية والشديد بالحياتها، إن شاء الله إذا هو يمشي المملكة بيصير ذهب، مش ورد فقط، بيصير ذهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادرنا عيادته، وتبقى شهادته على هذه المرحلة من تاريخ العاصمة حكاية يرددها كل من سمعها. ولا تزال شوارع الحي البسيط تسجل في كل يوم فصلا جديدا في حكاية الدكتور نزير، الذي اختار دائما الصعود إلى القمم.